أهداف خارقة من وحي الخيال سجلها كريستيانو رونالدو، شيء لا يصدق. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أمهر وأفضل لاعبي كرة القدم حول العالم، فاللاعب الحائز على 5 كرات ذهبية والكثير والكثير من الألقاب لطالما صال وجال في ملاعب كرة القدم، ولكننا في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من أهداف كريستيانو رونالدو التي تعتبر من وحي الخيال. لنبدأ. في هذه المباراة التي جمعت فريق ريال مدريد وفريق إسبانيول، تألق كريستيانو رونالدو بتسجيل هذا الهدف الرائع الذي راوغ به المدافع الأول، ثم بحركة خاطفة راوغ اللاعب الثاني، ثم تسديدة استثنائية من خارج منطقة الجزاء يضع بها الكرة على يمين حارس المرمى الذي لم يستطع صد هذه الكرة الرائعة. هدف لا يصدق من رونالدو. لطالما سجل كريستيانو رونالدو الكثير من الأهداف الاستثنائية والمميزة، ولكن في هذه المباراة التي جمعت فريق يوفنتوس وفريق ريال مدريد، لنتابع كيف تألق كريستيانو رونالدو بعد أن وصلته هذه التمريرة من زميله ليقوم بعمل هذه المقصية الإبداعية فيسجل هدفا في شباك بوفون لا يمكن نسيانه أبدا، جعل الجماهير تصفق له وبحرارة على روعة هذا الهدف. لطالما كان يرتقي كريستيانو رونالدو في الهواء ليسجل أهدافا رائعة، ولكن بعد هدفه في مانشستر يونايتد قرر أن يرتقي كريستيانو رونالدو ويسجل هذا الهدف الاستثنائي برأسية ولا أروع بعد هذا الارتقاء المميز أمام فريق سامدوريا. يمكنكم أن تتابعوا جمال وروعة هذا الهدف الجميل من رونالدو. في مباراة الكلاسيكو فاجأ كريستيانو رونالدو المدافع جيرارد بيكي بهذه المراوغة، ثم سدد كرة إبداعية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس تير شتيغن. لنتابع معا هذا الهدف الجميل من رونالدو، إذ تخطى المدافع ومن خارج منطقة الجزاء سدد هذه الصاروخية التي دخلت في الزاوية 90 تماما على يسار حارس المرمى. ما رأيكم بهذا الهدف الرائع؟ في هذه المباراة تصل الكرة إلى كريستيانو رونالدو وبمهارة رائعة يتخطى هذا اللاعب، ثم يسدد كرة بيسارية قوية للغاية على يمين حارس المرمى، فهذا الهدف كفيل بجعلك تصفق لكريستيانو رونالدو على هذه الروعة والجمال. لا نشاهد كثيرا أهدافا مميزة كهذه لرونالدو، إذ وصلت الكرة من الركنية إلى زميله الذي حولها بالرأس لتصل على كعب كريستيانو رونالدو ليقوم الأخير بتسجيل هذا الهدف الاستثنائي والمميز. تصل الكرة إلى كريستيانو رونالدو فيقوم بتثبيتها، وبعد قليل يتقدم ثم يسدد هذه الصاروخية القوية في الزاوية 90 ليفاجئ بها الجميع ومنهم حارس المرمى. ما رأيكم بقوة تسديدته الرائعة التي أتى منها هذا الهدف؟ يتقدم كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من بنزيما ليتلاعب بهذا المدافع، ثم يسدد كرة على الزاوية اليسرى لحارس المرمى. لنشاهد كريستيانو رونالدو كيف وصل بهذه الكرة ليراوغ 3 مدافعين، ومن ثم يسدد الكرة على يسار حارس المرمى مسجلا هذا الهدف الرائع. تابع انسيابية الدون وهو يتقدم بهذه الكرة ليودعها في الشباك. هذا الهدف غريب جدا. تابعوا كيف تقدم رونالدو وتقدم الحارس لترتفع الكرة ثم تذهب على ظهر كريستيانو، وبعد أن نزلت وجد كريستيانو رونالدو نفسه أمام الشباك الفارغة فأودع الكرة في المرمى. هذا الهدف جميل ورائع، فيمكنكم أن تتابعوا كيف استغل كريستيانو رونالدو احتشاد هؤلاء المدافعين ليضرب الكرة بالكعب ويباغتهم جميعا، فتمر الكرة بهذا الشكل هدفا إلى الشباك.
ما رأيكم بأحد أروع وأجمل الركلات الحرة الثابتة في تاريخ البريمير ليج؟ شاهدوا هذه الكرة من كريستيانو رونالدو كيف ثبت بها حارس المرمى من هذه الركلة الحرة الثابتة الاستثنائية. يتقدم لاعب ريال مدريد داخل منطقة الجزاء ويرفع الكرة لتصل على كعب كريستيانو رونالدو الذي سجل هذا الهدف بهذه الطريقة الإبداعية والجميلة. حسنا، هذا الهدف سيبقى محفورا في ذاكرة المشجعين. في هذه اللقطة لنستمتع بدخول كريستيانو رونالدو بهذه الكرة وشاهدوا ماذا فعل بالمدافع وزميله، ثم تخطاهم إلى أن دخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك تقدم قليلا بالكرة ليقوم بتسديدها من هذه الزاوية الضيقة محرزا هذا الهدف الجميل والمميز. من ركلة حرة ثابتة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، تابع لاعب ريال مدريد كيف حرك الكرة إلى رونالدو ليقوم رونالدو بإيداعها مباشرة على يسار المرمى بهذا الشكل المميز. ركزوا جيدا على اللاعبين وهم ينظرون ويشاهدون إلى الكرة كيف تدخل شباكهم. نحن كمشجعين نحب أن نرى أهدافا كهذه، إذ تابعوا لاعب ريال مدريد هنا كيف مرر الكرة من بين أقدام هذا المدافع لتصل إلى كريستيانو رونالدو الذي حولها بالكعب بطريقة جميلة واستثنائية هدفا رائعا في الشباك. تمريرة في غاية الإبداع تصل إلى كريستيانو رونالدو ليقوم بترويضها على الصدر، ثم بهذه المراوغة الجميلة يسقط هذا اللاعب أرضا ويكمل طريقه ليزرع هذه الكرة في المرمى كما ترون بهذه التسديدة القوية. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.